حدثنا عبيد الله بن اسماعيل حدثنا ابو اسامه عن هشام قال اخبرني ابي وحدثتني ايضا فاطمه عن اسماء رضي الله عنها قالت صنعت سفره رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ابي بكر حين اراد ان يهاجر الى المدينه قالت فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به فقلت لابي بكر والله ما اجد شيئا اربط به الا نطاقي قال فشقيه باثنين فاربطي بواحد السقاء وبالاخر السفره ففعلت فلذلك سميت ذات النطاقين